ماذا يفعل؟ أخاله يفعل مثل الكهنة الذين يفتنون بنيران المعبد. إنه يصلي. يصلي؟ لكنني لا أرى صنما. أي صلاة هذه؟ إذا انحنى ثم وقف ثم عفر وجهه بالتراب، فسأقول لك أي صلاة هي. يا للغرابة، لقد فعل مثل ما قلت أنت. ترى إلى أي آلهة يصلي؟ إذا أخبرتك عن الدين الذي يعتنقه هذا الرجل، فهل تعدني بألا تضرب عنقه؟ وكأني بهذا الرجل الذي أمامي من أتباع ذلك العربي الأمي الذي تطاول على إلهنا خسر المبجل العظيم. إن نبي هذا الرجل يزدري الأصنام والأوثان، لكنه أيضا يسفه الأعرب الذين يئدون بناتهم. ألم تكن تهزأ قبل قليل من العرب الذين يسجدون لأصنام صنعوها بأيديهم؟ نعم، وما أسفههم حين يأكلونها حتى آخرها ثم يدفعونها قذارة في المزبلة والمرحاض. السلام عليكم. السلام عليكم. لما لا تنفضون عن أنفسكم غبار السفر؟ ماذا جرى؟ مما تهربين؟ من الجلادين. اذهب لترى. على الروعة، حيثما وجد الجلاد وجدت الضحية. عسى أن أنال نصيبي من فضلاتها. انطلق يا بهيمة. هيا. الله أكبر. ما معنى كلام هذا الرجل؟ ماذا قال؟ يقول إن إلهه أعظم من أن نحيط به. لقد صمت عن الكلام، كأنه في مكان غير مكاننا هذا. عهد بالعرب أنهم يصلون لأصنامهم وهم يأكلون ويتكلمون ويتاجرون. إن العرب أغرب خلق الله. أكبر.
شيء هو هذا الذي تحدق فيه وأعجز أنا عن رؤيته. أنا لا أرى شيئا. هي. يا للروعة، أعلم أنني ارتكبت قبيحا، ولكن ما أعجزني عن أن أغض الطرف دونكما. الأعراب من عبادة الأصنام مرعبون، أما هذا العربي فعلمه عند الله. يا لجمال هذا البساط المحبوك. شأني. اتركوني اتركوني. انهض هيا، انهض انهض. هل انت اصم؟ ساعدوني. قم وامشي. على رسلك، تمهل، انتظر. ولكن الى اين تجر وراءك هذا الطفل البريء الذي يعجز حتى عن ان يؤذي نملة؟ اخذه الى السجن لكي يتأدب. الى السجن؟ وما هي تهمته؟ السرقة. السرقة؟ لم تعثر في هذا السوق على غير هذا اللص؟ أين هي؟ أين هي الدراهم والدنانير التي سرقها؟ ما الذي تفعلينه؟ أرني الأموال التي سرقها الفتى. تعالوا تعالوا واجمعوا الدنانير المسروقة فوق الأرض كروث الإبل. هيا تعالوا. هل أنت مهرجة؟ تريدين أن تضحك الخلق؟ أنا من يضحكهم أم أنت؟ حسنا، ولكن أرني الأموال والأشياء التي سرقها، أين هي؟ أنا لست بغبي، تعرفين جيدا من أكون. كن من تشاء، تخيلوا أنك عاشق والهان. أنت رجل خال من العشق ومن الصدق أيضا. كف عني وإلا فضحتك. من أنتم؟ نحن من عسكر فارس يا أبلة، ألا ترى لواءنا؟ ومن هذا؟ هذا الولد سرق أحدهم وهرب فقبضت عليه. تقدم إلى هنا أيها الصغير. فك وثاقه. من أين الطريق إلى قصر الحاكم؟ من هناك. هيا. إنهم رسل الإله كسرى، واقفون بالباب ويطلبون الإذن بالدخول. فليدخلوا.
فليحيى الأمير الحاكم بازان، فليحيى الأمير بازان حاكم بلاد اليمن وممثل الإله كسرى في هذه الديار. باسم كسرى إله بلاد فارس، لقد بلغني أن عربيا أميا ادعى النبوة بأرض الحجاز، ثم بعث إلي أنا إله الفرس كتابا يدعوني فيه إلى اعتناق دينه، وقد تمادى في تجاسره بأن قدم في كتابه اسم الآلهة واسمه هو على اسمي أنا، ومن تراه يكون أعلى مني وأرفع. ولقد بعثت إليك بكتاب هذا لتوفد إليه من يجبره على الاعتذار، فإن هو أبى فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه ملك الملوك خسرو برويز إله فارس. الجراد والبصل المقلي هو أشهى طعام أشراف العرب، ناهيك عن الأعرابي ذي الرداء الوحيد الذي يجوب الصحراء ويأكل خبز الشعير. الأعرابي يعتلي ظهر الجمل ويتطاول على أسياده، وهو يجهل أن المبجل خسرو برويز ملك إيران ليث ترتعد فرائد الروميين متى ذكر اسمه أمامهم. والآن أطلعوني على تفصيل ما جرى. عن نبي المسلمين؟ قلت نبي؟ بعث برسالة يقول فيها: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أنت أبيت فإنما عليك إثم المجوس. لكن مليكنا مزق رسالة النبي العربي وأحرقها بالنار، ثم رمى رمادها إليه ممزوجا بالمسك والعنبر. هذا ما جرى. أنتم اذهبوا وارتاحوا، ودعوا أمر هذا العربي الأمي للحاكم بازان. فليتهيأ بابوي وخسرو للذهاب إلى مدينة يثرب. أيعقل أن يذهبا إلى يثرب من غير الرسالة يحملانها منك إلى العربي الأمي؟ أما رسالتي أنا فهي عينها رسالة الإله خسرو برويز المبجل ملك إيران. إما أن يعود هذا العربي عن كلامه ويعتذر، وإما أن يتهيأ للقتال. السلام عليك يا رسول الله. من ناحية يقف هذا العربي الأمي مستمدا سلطانه من عنان الغيب والسماء، ومن ناحية أخرى بازان ومعه عسكر الفرس. وأما أنت الحارث ملك اليمن معلق بين الأرض والسماء، فماذا ستفعل؟ ماذا سأفعل؟ وما عساي أن أفعل؟ عرشي من الخشب وأضرب عليه بيد من حديد؟ فلا أعلم لمن ينهار ويصبح فتاتا. سيكون إن لم تكن أنت وارث العرش. لقد شرعنا لتونا في لعبة الملك، كن على حذر. وإياك إياك أن تخرج مهزوما
لا أنت ولا أولادك الذين سيخلفونك وارثا عن وارث. اختفى مثل الصحراء. يا للروعة، هل تمر بحينا؟ ارجموه، ارموه بالحجارة، اضربوه، هيا ارجموه، احسنتم، ارجموه، لا هذا المكان، هيا هذا من هنا، هيا لا نريد منك ان تكون هنا. لا تفعلوا، لا ترجموه، كفوا عنه، ما الذي اصابكم؟ ما الذي اصابك؟ أنت مجروح؟ سلامة، 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 سلامة. ماذا جرى؟ سليم. سليم؟ لقد ضربنا أولاد الحي الآخر، فجرح أخوك لقد سليم. لقد جرح؟ وأين هو؟ في الزقاق الخلفي مع الرجل المجنون. على ما اختلفت أنت وهؤلاء الصبية، إذا كانوا يؤذونك فلا تواجههم ثانية. وهل تراهم اشتروا الحي؟ لقد قتل هؤلاء أبي. قتلوه؟ ثم زوجوا عمي بفتاة ضريرة من قبيلتهم لكي لا يطالب بدم أخيه. ومن يكون عمك؟ ابن عدي، وهو بدوره ظالم، يقول لو أن أختك سلمى ترضى بابن الأخنس زوجا لها فلن يذهب دم أبيك هدرا. إنه كبير عائلتنا، تظلمه قبيلة قاتل والدي، وهو بدوره يظلمنا أنا وأختي سلمة. مولاي ينهانا عن البغي وعن أن نظلم الخلق، ويحذرنا أيضا من أن نركن للذين ظلموا. مولاي اسمه محمد، هل سمعت باسمه؟ محمد؟ نعم. جئت يا أويس؟ السلام عليك أمة. وعليك السلام. في بيتنا ضيف. قلت هناك ضيف؟ أجل يا أمي، أمي ضريرة لكنها ترى بقلبها، اسمه سليم. ألا تلقي التحية؟ السلام عليك. وعليك السلام سليم، مرحبا بك. وأنا في طريقي إلى هنا رأيت طائرين في السماء، أحدهما يلحق بالآخر، فإذا على صاحبه في السماء تبعه من غير تأخير، وإذا هو نحو الأرض فعل كفعله من فوره. لقد تفائلت بذلك خيرا. لعلك تبحثين عمن يفسر لك تفاؤلك. جئت أبحث عن أخي سليم. مرة أخرى نسيت أن ألقي التحية. مرحبا. أهلا. أخي سليم موجود؟ أجل، أخوك ضيفنا. سيتناول العشاء؟ نعم سيتناوله. أنا وسليم روح واحدة، علي أن أكون حيثما يكون.
لقد جاءنا ضيف جديد يا أماه. حسناً، وهذا هو البساط لأجل أم أويس. سأعود من فوري ريثما تتحضرون للطعام. أمي لديها من القصص الطريفة الشيء الكثير، إنها امرأة عارفة. إلى أين ذهب؟ إلى السطح. لماذا؟ إذا أذن مؤذن رسول الله بلال الحبشي فسيعود. إنه صائم. سيستمع إلى صوت المؤذن في يثرب من هنا من اليمن. هل التقى أويس رسول الله؟ كلا، لم يسبق له أن غادر اليمن أبدا. لماذا؟ ألا يقول إنه مفتون برسول الله؟ فما الذي يمنعه من الذهاب إلى يثرب للقائه؟ لأنه ليس لديه من يستودع عنده، أمه العاجزة والضريرة خلال غيابه. إن كان الحجر ينفلق عن عيني لبن مصفى لأمكنني أنا أن أذهب إلى يثرب لتقبيل الأرض بين يدي رسول الله، لكن أويس يقول لي إنه يعلم كل شيء عن رسول الله رغم أنه لم يذهب إلى يثرب قط. يعرف كيف يمشي النبي وكيف يقوم وكيف يقعد. يرى ابتسامته ويسمع كلامه ويعلم بما يرتديه، إنه حتى يشم العطر الذي يتعطر به النبي. ما الذي حصل؟ هل كسر الإناء؟ لا، فطنت إليه قبل فوات الأوان. في بيتنا كل شيء ولا شيء. أترين يا ابنتي؟ لقد فقدت بصري وأنا أحضر له هذه الحجرة. كان يريد أن يهب الفقراء كل ما فيها، لكنني منعته عن ذلك. هذه الشعلة تبقى مضاءة كل ليلة حتى الصباح. عسى أن تقع عيناء ويس على الحجرة فترق حاله لأمه ويسعدها برؤية العروس التي تزف إليه. وهل قلت العروس؟ لقد عاد. جئت يا أمي. أذان أخي بلال مجددا قال أسهد عوض أشهد، وهعي بدل حية. هذا الرجل مجنون. أصمت، المجنون وحده هو الذي يتهم أويسا بالجنون.
تعالوا لتروا ماذا يحدث ها هنا. هيا تعالوا، أسرعوا، إنها فرصة لا تعوض. بعشرة دراهم لا غير، هذا البساط محبوك من صوف الإبل الفاخر. تعال واشتري البساط بعشرة دراهم، عشرة دراهم لا غير، تعالوا. أليس فيكم من يشتريه بعشرة دراهم؟ إنه بساط جميل من صوف الإبل، خذه بعشرة دراهم. كم درهما تقول؟ لقد بح صوتي وأنا أصيح قائلا بعشرة دراهم، وأنت تسألني عن قيمته. بعشرة دراهم لا غير، حبكته ظريفة بيدي جبير الكهل، ألا تود أن تشتريه؟ سأشتريه. حسنا، سأعود إليك ومع الدراهم العشرة. رويدا، ما لك يا فتى؟ تستطيع أن تدوس هذا البساط متى سمع جبير رنة الدراهم العشرة بين يديه. اذهب، اسمع مني ما أقوله لك أيها الشاب. لقد أسدى إلي جدي نصيحة جيدة، قال لي: إذا أردت أن ترى الله فأغمض عينيك، وإذا أردت أن تسمع صوته فسد أذنيك. إن جدك أبلغ في النصيحة. منذ متى صار أبوك حائكا؟ رأيت هذا البساط، أوليس من بسط الجمالين؟ لا أعلم، حينما جاء أبي إلى البيت ليلة أمس كان البساط معه، لكنني لا أعرف من أين. إنه محبوك من صوف الإبل الفاخر بعشرة دراهم، عشرة دراهم لا غير. عد حسنا. اذهبا. أتشربين أمي؟ يا سلوق، من هذا؟ هل أنت تمار أم حمال؟ إنه حمال يبيع التمر، أو تمار يرعى الإبل، ما شأنك أنت ها؟ ما الذي يريده؟ ماذا تريد؟ هل تبحث عن شيء؟ اللصوص، يجول في السوق وراء اللصوص. من أنت؟ وماذا تريد؟ أنا من عسكر الملك حارث يا خالة، أنا ابن الأخنس، ألا ترين؟ أهذه للبيع؟ هل أعجبتك؟ نعم، إنها لذيذة. لذيذة، لكنها للبيع وليس لأي شيء آخر. هيا هيا انطلق أيها الحيوان، هيا، ما الذي أصابك؟ انطلق. من أين الطريق إلى يثرب؟ من هنا. اضرب بقوة أيها الحداد.
هل تعرف محمداً؟ ومن تكونان أنتما؟ مبعوثا بازان من اليمن. أين أبناؤكم، نساؤكم ورجالكم، الناس، سكان يثرب؟ مدينتك أشبه بمدينة الأشباح يا حداد. إنه وقت الزوال والناس مجتمعون في المسجد. أولست مسلماً؟ كلا، لست كذلك. لست كذلك؟ لست مسلماً وتصنع لمحمد سلاح حربه؟ أصنع السلاح لقاء المال. أصنعها لكنني لا أقبض ثمناً لقاءها. أبيع محمداً 100 شفرة رمح بابتسامة واحدة منه. أنا مفتون بمحمد. آه، لو قدر للصوص اليمني أن يتواجدوا في هذه السوق. لفتكوا بكل ما في السوق من بضاعة، إنها متاحة بلا رقيب. الناس هنا يخجلون من محمد، فهو يستقبح السرقة ويحرمها. أي مكان هذا؟ هذا هو مسجد رسول الله. فليأتي النبي العربي لنرى ما يحكى عن جماله. لعلك تود أن ترى ما يمنحه للحداد لقاء السلاح. هل هؤلاء هم أتباع ذلك العربي الأمي؟ حفنة من البدو، أعراب الصحارى. ألا يأتي؟ بلى، سيأتي متى فرغ من صلاته. ماذا يجري؟ لما لم يخرج؟ ألا تراه؟ إنه ذاك الذي يرتدي رداء أبيض ناصعا. أولئك الرجال كلهم يلبسون أردية بيضاء. يكفيه فخرا وكرامة أنه هو وأتباعه سواسية، هو واحد منهم. فمحمد لا يتعالى أو يتكبر على الخلق، وإنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. السلام عليكم. التحية والثناء عليك أيها العربي. هل أنت ذلك العربي الذي ادعى النبوة؟ أنا اسمي سليمان، وأنا من بلاد فارس ومن أصحاب رسول الله. نحن مبعوثا الأمير بازان حاكم اليمن، ونحمل إلى النبي كتاب ملك إيران خسرو بارويز. هنا ومن غير تشريفات. كتاب من ملك إيران خسرو بارويز إلى محمد رسول الله. أولى رسول الله يأنف من أن يرجع أحد من الخلق أمامنا. يقول إن أميركما بعث بالرسالة التالية: إما أن تتوب وتعتذر عن دعوتك خسرو بارويز لاعتناق الإسلام، وإما أن تتهيأ للقتال. ستحلان ضيفين على رسول الله هذه الليلة، وسيرد النبي على كتاب أميركما صبيحة يوم الغد. لا أرافقك سوى إلى بضعة منازل من الطريق، لن أعود إلى اليمن الآن.
هذه صحراء قاحلة تكثر فيها الوحوش والحيوانات المفترسة. وإلهي أنا لطيف ورحيم. ماذا أقول إذا سألني بازان؟ أقول له إنك اعتنقت الإسلام؟ إذا سألك بازان فقل له إن بابويه هلك ومات، أكله الذئب في الصحراء، وما أدراني أنا، قل ما تشاء. من ناحية نتمسك بديننا وإيماننا، ومن ناحية نكاد نخسر بيوتنا. حقا إنني أجهل سر ما قبل به رسول الله في صلح الحديبية. لو أن الدار والمال يخلدان لما وصلا إليك، عليك أن تختار دار البقاء على هذه الدار الفانية. لن نجني من صلح الحديبية غير أن تردنا من بيوتنا. لا يسمح لنا بدخول مكة ولا بالذهاب إلى يثرب، بتنا أسر الصحراء. لقد كنت في دارك وكنت حبيس جدرانها طوال أيام دهرك، غير بضعة أوقات نلتقي فيها أو ننزل ضيوفا عند أحدهم. لقد غنمت كل شيء لقاء لا شيء. أعجز عن قبولي أن حديثي العهد بالإسلام. إذا دخلوا يثرب فعلى رسول الله أن يعيدهم إلى قريش. رسول الله محمد يفعل بوحي من الله. أنت تخال أن الله تعالى معرض عني وعنك؟ كل يقين بأن الله ورسوله أرأف بنا من أبائنا والأمهات. إنك ستعلم نباءه بعد حين. هيا اهجموا، هيا هيا اهجموا بسرعة. القريشيون القريشيون القريشيون، هيا اختبئوا. يا عبد الله، أين عبد الله؟ هيا يا أيها المسلمون، حديثا اسمعوني جيدا. إن أخوانا لنا في طريقهم إلينا، إن شئتم أن تبقوا في أمان فعليكم أن تفعلوا كما تؤمرون. فالتقي في النسوة والأطفال هنا والرجال هناك. ماذا يجري هناك؟ تعال معي، هيا. هي أنت أسرعي وضعي هنا كل ما لديك. أخرجي كل الحلي. لا تماطلي، بسرعة، هيا بسرعة بسرعة. Thank you.
توقفي توقفي. توقفي. قل للأمير بازان، قل له إن بابويه مات، قل له هلك في البادية، قل له إن سباع الفيافي هاجمته وافترست. سأخبره. بابا وي بابا وي بابا وي، ليتك مت قبل أن تعتنق دين محمد. هات الكتاب. خذ واقرأ ما فيه. اقرأ بحيث يسمعك كل من في المكان. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى بازان الأمير الفارسي على بلاد اليمن، أما بعد، فاعلم أن خسرو برويز ملك إيران قد قتل على يد ولده شومبيه، وكان ذلك يوم الثلاثاء العاشر من جماد الأولى. لقد قتل خسرو برويز ملك إيران. علينا أن نجد مخرجا بسرعة، فبلادنا اليمن تشهد نزوحا من اليمنيين على دين محمد. ولا أخفيك يا أمير أن محمدا دعاني أنا ملك اليمن إلى اعتناق دينه. إنه تجرأ ودعا ملك إيران خسرو الكبير لاعتناق دينه، فما بالك بدعوته ملك اليمن حارث بن عبد كلال الحميري للالتحاق به؟ ألديك مخرج مما نحن فيه؟ حارث، ما يقوله هذا الأمي عن موت خسرو الكبير ملك إيران يعتبر إهانة كبرى لنا جميعا، ولا يجوز أن تغتفر أبدا. اسمع، سأقوم بعمل لم يسبقني إليه أحد. سأجعل هذا العربي يجهز جيشا ثم يخرج من يثرب قاصدا بلاد اليمن. وبدورنا نكون أعددنا العدة، فنفتك به وبجيشه متى قرب منا. بأمر من بازان الحاكم الفارسي على بلاد اليمن،
لم يعد آمنا كل من كان من اليمانيين على دين محمد العربي. لا مكان في هذه البلاد العريقة لكل من اتخذ الإسلام دينا وهو مسلوب الأمن والأمان، وجزاؤه حق السيف ولهيب النار المسجرة. أتمنى ألا يبيت في داره الليلة. محمد. أنا كذلك، وهل هي جريمة؟ وأنت؟ ليتني كنت كذلك. ومن أنت؟ أنا صياد، لن يفلت مني الغزال. صياد؟ أيها الجندي، مرهم أن يتوقفوا. زمان وطاعة، هيا! هيا ننطلق. عسكر الحارث ملك اليمن. أين إبلك؟ ماذا؟ إبلي أنا؟ أخبرنا ابن الأخنس أنك جمال، صحيح؟ إن كنت لا أملك عنزة فكيف أملك جمالا؟ وما هي صنعتك إذن؟ أنا أستعطي. وماذا تريد لقاء هذا الدرهم؟ هل تقول لنا إذا سألناك؟ لقد سمعت بالذي جرى لحديثي العهد بالإسلام، وأنا أعلم بالذي تبحثون عنه، فإذا أخبرتكم بما أعرف هل تعطونني كل تلك النقود؟ ماذا لو وهبناك قباء ثمنه 12 درهما؟ ماذا؟ قباء باثني عشر درهما؟ أن لجبير أن يلبس قباء باثني عشر درهما؟ أحقا ما أسمع؟ يا لتعصي رجل مثلك أن يلبس هكذا ثياب. أنا لم أذق الطعام منذ 6 أشهر، فكيف أشتري قباء؟ حقا؟ وماذا تأكل إذن؟ أنا آكل الهواء. الهواء؟ عذرا على قلة الأدب، أتدبر أمري. عذرك مقبول، عذرك مقبول، أنت معذور. هذا الجمال لا يبيت ليلا في داره. السلام عليكم. انطلق. أوه.
سليم، انتبه لأمي. أبوك في زي العرسان، أتراه سرق العباءة؟ ليته سرقه. جلدناهم بالسياط، حطمنا أشياءهم وأحرقنا بيوتهم، ثم ماذا؟ يا ملك اليمن، أين هم جند محمد؟ هل عند محمد جيش وعسكر؟ نعم، لديه جيش وعسكر، قاتل بأكثر من غزوة واحدة وانتصر في جميع غزواته. إذن لما لا يأتي لنصرة أتباعه لكي نعلمه فنون الحرب ونذيقه قهر الهزيمة؟ ها؟ من تراه يكون هذا النبي؟ إنه رجل من قريش يقال إنه أمي، وكان يشتغل بالتجارة. إنه تاجر ثم علا فظفر وسيطر. كيف ثنيت له وسادة السلطان؟ عندما أكلت الأرض صحيفة المقاطعة التي حررتها قريش على محمد، تعاهدت قريش على مقاطعة محمد والمسلمين وأخرجوهم إلى الصحراء. تعاهدوا على ألا يزوجوهم من نسائهن وألا يبيعوهم أو يشتروا منهم. كتبوا ما تعاهدوا عليه وعلقوه على جدار الكعبة. وبعد ذلك، هذا المدعو محمد الذي كان يخرج تاجرا برأس مال غيره جاءهم قائلا: أكلت الأرض صحيفتكم. وهل أكلتها؟ نعم أكلتها. أين هو إذن كبير مسلمي بلاد اليمن؟ المسلمين؟ أليس لهذه الجماعة قائد أو زعيم؟ قائدة؟ لا، ولكن فيهم من هو كفء لك، فإذا كلمته رد بما يليق. وما أدراك أنت؟ إن النساء يطلعن على أشياء يطول عهد الرجال بمعرفتها، لطالما كان الأمر كذلك. ما الذي تريدين قوله؟ قصة وله فتاة جميلة بشاب يجوب الصحارى والقفار، حديث هذه العاشقة على ألسنة نسوة المدينة، قصتها ذكرتهم بقصة الملكة سبأ التي عشقت سليمان النبي. فهذا الشاب هو سليمان زمانه. الشاب المعشوق، من هو؟ Thank you.
هل ترى ماذا فعلت يا خائن؟ انهض انهض انهض، قلت لك انهض انهض ايها الخائن. هذا يكفي. تفوح رائحته، رائحة الإبل تفوح منه. صبوا عليه الماء في ساحة المدينة 100 دلو. قصر بازان ليس بيتا للجمالين. نظرت إلى عيني. نسيت أن أبكي التحية وشكرا. محمدا يأتي إلى هنا لكي يرى كيف أصبحت جلدا على عظم يا أويس. إن كان محمد لا يرى فإله محمد يرى. هذه فعلا إرادة محمد أم إرادة إله محمد؟ إن محمدا لا يقضي بغير ما يقضي به الله. أتريد أن تطول أمك حزنا عليك؟
ألا ترى ما تعانيه وتكابده؟ المعاناة زاد المحبين والعاشقين. أنت قلت إن محمدا يأكل ويمشي في الأسواق وله زوجات وعدة أولاد أيضا، لكن أويسا ابن أم تطوق لتزفه إلى عروسه. ما الأمر؟ حيثما كان الحمال تكونين؟ الحمال لن يكون حيث تذهبين. أخبريني ما الذي تريدينه منه؟ ماذا تريد أنت مني؟ هيا سعلوك، أبعد الناس، هيا بسرعة. هيا ارحلوا، ارحلوا من هنا بسرعة. أما أنت اسمعي هاتين الكلمتين ثم اذهبي. عليك أن ترضي عمك ابن عدي، إنه كبير عائلتك وبمنزلة أبيك. هل تودين أن يذهب دم أبيك هدرا؟ هيا هيا تحرك، هيا تحرك. حسنا يا قوم لقد انتهينا، عودوا إلى أعمالكم. هيا. أنا أقبض على حريته بيدي، لكن سأحرره كرما لك. إن أويس لا يقيد حريته بأن تسجن سلمة. هل تأتين معي أم تذهبين من دوني؟ لن أتي ولن أذهب، بل سأبقى هنا، سأبقى كما يريدني أويس أن أكون. أنا أعلم أن قلبك يهفو إلى اليمن، أو ليس قلبك يهفو إلى مكة أيضا؟ إلى مكة؟ ما دامت قريش فيها فلا أحد يجرؤ على الاشتياق إليها، إنهم يؤذون يهددون ويقتلون. كانت الواحدة منا إذا حملت خافت أن تضع أنثى، خشيتا أن يأذها القريشيون وهي حية. ماذا نفعل؟ شكراً، لقد أتينا إلى هذا المكان لكي نكون بمأمن من الكفار، لكنهم يطاردوننا إلى هنا. مكة، مكة، ومن ذا الذي لا يشتاق إليه؟ أي أشياء اليمن أحب إلى قلبي؟ طيب خوارها، ووفرة النعم فيها، وأشجارها الآسقة. سميت باليمن لأنها بلاد اليمن. وهل المسلمون آمنون فيها؟ هذا الذي أرتكب فيه الآن بصراحة أنا قلق. لماذا؟ هل لقريش سطوة في بلادكم؟ إن في اليمن حاكما لعله أسوأ من كفار قريش. أنتم لا تعرفون بازان، محارب كسوف، لكنه متكبر ويطمع إلى الجاه.
إنه لا يتولى عن فعل أي شيء لكي يرضي خسرو ويكون محظيا عنده. لا ريب في أنه إذا أمسك بي فسيقطعني الأرض. وحده الله يعلم ما الذي يجري للمسلمين في اليمن الآن. من أصبح وأمسى ولم يهتم بأمور المسلمين ليس بمسلم. هذا كلام رسول الله، أنت حديث عهد بالإسلام، فما أحسن التزامك بتعاليم الرسول. نجمة سبحي، هل تأم جرحك؟ وهل تستطيع أن تمشي؟ أم إنك قد مللت منا فقررت أن تغادر مضاربنا؟ جرحي لم يلتئم بعد، ورجلاي واهينتان، ولم أمل من رؤيتكم، لكن علي أن أذهب. إلى أين؟ لست أدري. لما لا تترك لقلبك أن يقودك حيث يريد؟ أنا لست سوى جندي، لقد علمونا أن نسكت صوت القلب بين أضلعنا، علمونا أن نمتثل لأوامرهم من غير نقاش أو جدال. أنت مضطرب ومشوش البال، ماذا حصل وماذا رأيت؟ رأيت كيف أنهم جميعا بشر، كلهم سواسية ولا فرق، لا فضل لأحدهم على آخر، لا بين طبقة الجند ولا بين الكهنة ولا بين أبناء الأشراف. القائد يمشي كتفا إلى كتف الجندي، والغني يجالس الفقير. وكان سلمان هناك، إنه أعجمي، وبلال كان موجودا، رجل أسود من الحبشة. لم أرى في حياتي ولم أسمع بملك تعجز عن تمييزه عن سائر حاشيته من أول نظرة، لشدة الشبه بينه وبينهم في ملبسه وهيئته. لكن الأهم من ذلك أنه أطلعني على سر، إذا كان مصيبا في قوله فستصبح هذه الدنيا غير الدنيا. إنه كلام الله تعالى فوق الغبراء. إنه أمير على القلوب والأفئدة. كنت تاجرا فيما مضى، كنت أذهب غربا حتى الشام وبلاد الروم، وأذهب شرقا حتى أصل إلى إيران. كان الظلم والجور والفساد مهيمنا، فجأة أضاءت شعلة هذه الصحراء القاحلة والمظلمة. إن نورها خالد وسيبقى أبدا الدهر. تاجر مثلك وقائد جند مثلي أنا، ها هنا جالسان وسط الصحراء، لعل الله تعالى جمعني بك لأهتدي بكلامك إلى سواء السبيل. إن أطراف مكة أصبحت مليئة بأناس مثلنا. هذا من ذكاء نبيكم، المستنقع الصغير إذا اتصل بمياه الأنهار أصبح بحيرة كبيرة. القرشيون الجهل وقعوا في الفخ الذي نصبه محمد. أنت شاهدت محمدا ورأيت أفعاله، هل قلت لي من يشبه؟ لا يشبه إلا نفسه.
لم تترك الصلاة والعبادة حتى وأنت موجود داخل السجن. هل يأمرك مولاك هذا أن تصلي حتى وأنت مقيد بالحديد؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء وعن المنكر، هذه هي وصية مولاي. وأما مولاك إذن فهو محمد الذي يزعم أنه نبي. هل تخشاني إلى هذا الحد؟ هذه دموع الشوق للقاء رسول الله محمد، وليست من خشيتك. أرأيت محمدا من قبل؟ كلا. وهل تراه صادقا في نبوته؟ عمي أنا أسامة القرني، حمل في عام الفيل الحنطة والشعير وذهب إلى يثرب. أخبرني أنه ذات ليلة واحد من أشراف اليهود اعتلى سطح داره وقال بصوت يسمع يثرب: أقسم بالله العظيم إن نجم رسول الله محمد قد بزغ، وإن محمدا النبي قد ولد. لقد اطلع اليهودي على علامات الولادة من التوراة التي عندهم. إذا كان اليهود يقرون بنبوته فلا ريب أنه نبي. هل أنت فارسي؟ يا لك من وقح، كيف تستجوب ممثل الإله في ديارنا؟ لابد من أنك سمعت من كهنتكم ما رويته لك عن ولادة النبي محمد. محمد يقول إن خسرو الكبير ملك إيران قد قتل، فإذا كان محمد نبياً يعلم الغيب فلما لا أرى الرسل يحملون إلينا نبأ مقتله؟ سوف يأتون. لم يأتوا ولن يأتوا. إذا لم يأتك الرسل حاملين نبأ مقتل برويز فلن يكون محمد نبيا، لأن الأنبياء لا تخطئ أو تكذب، ولكن إذا جاءك الرسل فهو رسول الله ولا ريب. أعجبني حسن كلامه، قبلت مقالتك، لكنهم لن يأتوا أبدا. يا حارث كن شاهدا، إذا جاء الرسول من إيران حاملا إلي نبأ مقتل الملك خسرو فهذا الرجل حر لوجه الإله، ولكن إذا لم يأتي الرسل فسوف تموت شنقا أمام أعين الخلق. لا صباحا ولا عند الزوال، لا ليلا ولا غدا ولا اليوم الذي يليه، لن يأتي أحد، لن يأتي أحد، لن يأتي أحد، لن يأتي أي أحد، لن يأتي أي رسول إلينا، فمالكنا
ملك الملوك ما زال حيا يرزق. إنهم آتون، ألا تسمع؟ من أنتم يا هؤلاء؟ أنت لما تلبس سود الثياب؟ خلال الأسبوع الذي خلا يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء؟ هل قلت خسرو بنو إيس ملك إيران قد قتل؟ قتله شومبي ابنه. يوم الثلاثاء كان العاشر من جمادى الأولى كما قال محمد. من يكون هذا الرجل؟ جمال. ومحمد؟ كائنا من كان يعلم الغيب. وحدهم أنبياء الله يعلمون الغيب وما حجب عن الناس. وماذا نصنع معه؟ إنه حر طليق. والأسرى؟ كلهم طلقاء. هبوا رجالهم ونساءهم أمورا كثيرة. ألبسوا أبناءهم حللا جديدة. نحن مطرودون ولا ملاذ لنا ونخشى سوء الملك. لقد خسرنا إلهنا وعوننا خسرو. ما أكثر ملوك إيران الذين ذاقوا الموت حتف أنوفهم، لكن إيران باقية. تفضل، خبز طازج، خذه معك. جزيل الشكر لك، هذا يكفي، هذا يكفي. شكرا لك. أه
أيكفيك قرص واحد في سفرك؟ نعم يكفي ويزيد. أويس اسمع جيدا ما أقوله لك، إياك أن تزهد بالطعام في الطريق فتموت من شدة الجوع، حينها لا قدر الله لا قدر الله سيهلك هذا الحيوان من شدة العطش. لا تقلق أبدا، الله كريم. اذهب بأمان الله. سليم عليك بأمي. أوصيتني بها من قبل، قلت سليم أمي. أم أويس هي أمي أنا، وهي أم سلمة أيضا. أويس أرجوك ابقى هنا، لا تذهب أويس. أويس أنا لا أملك شيئا من حطام الدنيا غير هذا الحمار، إياك أن يهلك في الصحراء. لا تركب ظهره، سمعت؟ إنه كهل وعاجز مثل صاحبه جبير. كن رفيقا بهذا الحمار المسكين، لا تعتلي ظهره، فقوائمه لا تقوى على حمله. لقد تذكرت أمرا آخر. إذا عدت من يثرب فاجلب معك شيئا من العود والعنبر والعطور، لا تحرم جبيرا الكهل من الهدايا، لا تنسني. وبلغ سلامي إلى رسول الله، قل له أن يدعو الله لي ليوسع في رزقي ويزيد في مالي، وقل له إن مت أن يدخلني جنة عدن. لقد أعرته حمارا كهلا وفي المقابل تطلب منه قنطارا؟ هذه الطلبات كلها تستوجب أن تهبه قطيعا كاملا من الإبل. أين تذهب يا أويس؟ أين تذهب يا أويس؟ ألم تقل إن محمد النبي الرحمة والرفق أيضا؟ ليتك مثله رقيق ورحيم. هذا جفاء أويس، هذه فظاظة رهيبة. ألست قاسيا جدا؟ تترك سلمة وحيدة وتذهب؟ أليس من القسوة ألا ترحم سلمة المسكينة؟ كيف أمكنك أن تتجاهل حب سلمة لك؟ لا يمكن، كيف استطعت؟ كيف استطعت أن تتجاهل حب سلمة وترحل؟ إن عرفت يا سلمة مبلغ حبي لرسول الله لما استغربت. يا سليم، هل سيرجع برأيك؟ قد يرجع من يثرب، لكنه لن يعود عن حبه للرسول أبداً. Thank you.
من أين أنت؟ أمسلم أنت؟ أما أنا فعلى اليهودية ديني أبي، كان أبي اليهودي الوحيد الذي قاتل مع محمد، كان من الأحبار، وكان قد قرأ عن علاء عيسى ومحمد في التوراة. لقد سمعت محمدا يقول في حق أبي إنه خير أمة اليهود. لو أن اليهود لم يحرفوا التوراة والإنجيل من بعده ولم يطوعوهما لمصالحهم بأن فتحوا قلوبهم على ما ورد فيهما لما ترددوا لحظة في الإذعان لنبوة محمد ولدخلوا جميعا في الإسلام. أشم من كلامك رائحة الإسلام، تتكلم مثل صديقي عمرو الذي فقدته قتيلا، كان من قبيلة أوس. لقد دخل الجنة رغم أنه لم يصلي إلى الله. لم يصلي ولو ركعتين؟ لم يكن مسلما، لكنه خرج يوم أحد لابسا ثياب الحرب ومعتمرا الخوذة وحاملا السيف بيد والرمح بالأخرى، ثم اعتلى ظهر فرسه واقتحم ساحة المعركة، غاص في الأعداء ففر في لحومهم وكثر قتلاهم على يديه إلى أن قتل. وعندما علم رسول الله بما صنعه صديقي عمرو قال لأصحابه إن عمرا هذا من أهل الجنة. لم يبقى الكثير، نكاد نصل إلى حيث مسجد رسول الله، لكني أستبعد أن يكون في المسجد في هذه الساعة من النهار. ها ها، تنحى جانبا، أفسح لي طريق، تنحى جانبا. السلام عليك يا رسول الله. ليس موجودا، أباق أنت؟ حتى الزوال. قل لي أيها اليماني، لقد حدثتك عن أبي وعن صديقي، فهل أنا مسلم؟ القرابة لا تنفع ولو كنت ابن نبي، لا فضل لرجل على آخر إلا بالتقوى. أنا لست مسلما. انظر إلى باطن قلبك، فإذا كان فؤادك يخفق بحب محمد فأنت مسلم. أحبه، أقسم بالله إنني أحبه. هاي هاي هاي،
أي شرط مستحيل هذا الذي اشترطته على أويس يا خالة؟ يثرب بعيدة، ناهيك عن العطش وشدة الحرارة وقلة الماء، تريدينه أن يذهب ويعود مع الغروب، هل يعقل؟ لولا أنني اشترطت عليه ذلك لبقي هناك شهرا كاملا أو أكثر. إن جمال محمد يسلبه لبه فينساني. اشترطت عليه العودة مع الزوال، وذلك فقط لكي أضمن ألا يطيل البقاء هناك. تظنينه سيعود؟ أتمنى أن يكحل عينيه وأن يضيء فؤاده برؤية رسول الله ليعود إلي هانئا، ليعود إلي ويكحل عيني ويسر قلبي بأن أزفه إلى عروسه. هاي يا أيها البدوي الجوال، هاي ألا تسمعني؟ هذا أنا أبو سمرة الجعفي، إن كنت لا تعرفني أنا كبير قبيلة جعفة وهؤلاء هم أولادي. هل أنت من أهل اليمن؟ حسنا، الجميع يرمقني بهذه النظرة، ولكن ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ هؤلاء أولادي عزيز وسمرة، هما يركبان ظهر الإبل كما ترى، وأنا كبير عشيرة الجعفة أركب ظهر هذا الجحش الحمار، والعلة أن في يدي ثؤللا ممتلئا قيحا منذ سنوات، وهو يؤذيني ويزعجني، ومعه أعجز عن أن أمسك بلجام الفرس أو الجمل حتى، لذلك أركب الحمار. قل لي، هل رأيت رسول الله؟ لقد جئت من اليمن قاصدا النبي لكي يداوي هذه العلة التي في يدي. انطلق يا حمار، انطلق. من يكون هذا البدوي؟ قل لي أيها البدوي، هل سألت عن قيمة الرطب في سوق يثرب؟ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قيس، يجب أن أذهب، لقد عاد أبو سمرة وأولاده من يثرب. Thank you.
اسمعوني، ما قلته لأصدقائي من قبل فإنني سأقوله لكم يا محبي محمد، لذا انصتوا جيدا. عندما دخلنا مدينة رسول الله لم يكن النبي حاضرا. لا أعلم إن كان المسلمون قد أدوا صلاة الظهر أم لا، لكن محمدا لم يكن في المدينة أبدا. لكن ومع انحسار شمس الزوال عن موضعها أشرقت شمس رسول الله وهو عائد إلى يثرب، وما إن وطئت قدماه المباركتان أرض المسجد قال: إنني أرى نورا يملأ المكان وأشم رائحة عطر طيبة. قال رسول الله: إن نور أويس القرني خلفه لنا بعد ذهابه. ثم وجه وجهه ناحية بلاد اليمن وقال: بلى، هذا أخي أنا أويس القرني، إنه أويس القرني. أطال النبي النظر ناحية اليمن وهو يقول: أنا أتعرض لنغماته الآتية صوبنا من بلاد اليمن، وأما أنا أبو سمر الجعفي فمصمم على أن أعثر عليه، إنه لشرف لنا، سنمضي الليالي وسنظل نبحث عنه حتى نعثر عليه، إنه لشرف لنا نحن اليمنيين أن نعظم مقامه وأن نبالغ في احترامه. اذهب وقل له أنا أعرف أويسا وسأدلك على داره. هيا. وثمة أمر آخر، حكاية أخرى. بعد ذلك نظر النبي إلى ولد عزيز وقال له: ما اسمك يا فتاة؟ فأجابه ابني قائلا: عزيز. قال له رسول الله: العزة رداء الله وحده لا شريك له. ثم ضرب على كتفه وقال له: عبد الرحمن هو اسمك. والآن يا قوم، ها أنتم، انظروا إلى حيث كان الثؤلل الممتلئ قيحا. أين هو ذاك الثؤلل الذي آذاني طوال سنوات وسنوات؟ أين هو؟ لقد عجز الأطباء عن مداواته، إلا رسول الله فقد نظر إلى الثؤلل في يدي ومسح عليه بقبضة العصا التي في يده، وقبل أن أعود إلى اليمن من يثرب كان قد اختفى. أصبحت يدي السقيمة خيرا من أختها المعافاة. يا أولادي، عائلتي، عشيرتي، مقامي ومجدي وكل ما أملك، فداء لمحمد، فداء لمحمد. ماذا تريد يا ولدي؟ أريد أن أدلك على بيت أويس.
السلام بل 100 سلام على أويس القرني. وعليكم السلام. أي احتفال هو هذا؟ هذا احتفال عشيرة بني جعفة بمناسبة اعتناقهم عقيدة التوحيد. ارتأينا أن غيابك عن احتفالنا سيذهب ببهاء هذه المناسبة، لذا جئنا لكي نقدم لك هذه الهدايا المتواضعة، فأكرمنا بقبولها. وبما أن أويسا أصبح واحدا من عشيرتنا منذ اليوم، فأعلن أنه كبيرنا وسيدنا ما دام أبو سمرة حيا يرزق. لذا أعلن أمام الملأ اليوم أن اسم أويس القرني أصبح أويس الجعفي رسميا. لقد أصبح جميع أهل اليمن يعرفون ما قاله رسول الله في حق أويس الجعفي. وأنا أبو سمرة الجعفي سأبني مسجدا أسميه مسجد أويس الجعفي. بل نبني مسجدا باسم رسول الله. تقدموا، فهذا الاحتفال احتفالكم أنتم. من التالي؟ ستغادر الليلة أيضا؟ أصبح القمر أقرب منزلة من الأرض. هل رأيت الصحراء؟ كل حفرة فيها مثل وعاء اللبن. هذه ليلة عبادة وصلاة يا أمه. سأبقى في الصحراء حتى مطلع الفجر، أعفر جبيني بترابها ساجدا لله. هيئة القمر هذه الليلة غيرها من سائر الليالي. هل تتوقعين شيئا؟ لقد امتنعت عن التوقع والتأمل منذ أعوام. قلت لي إن رجلا عربيا من يثرب يتكلم باسم السماء ويحدث عن ولد يقتل والده، وثمة رجل يماني عشق النبي القريشي من غير أن يراه، وبازان جبل من التكبر والأنانية، لكن ذلك لم يمنعه وهو المستبد من أن يسير قافلة إلى يثرب ليبارك للنبي العربي وليشهر إسلامه بين يديه. وأنا الحارث بن علال الحميري. حارث ملك اليمن، أين مكانك أنت من هذه الحكاية؟ لطالما كان لسانك سليطا في تحقيري، لطالما كنت تفضلين بازان على زوجك الملك، فبازان من الفرس. لطالما فضلت القوة على الذلة والهوان، فالسطوة أجمل. ماذا تريدين مني؟ أريدك ألا تسحق تحت أقدام الآخرين. ابعث برسول إلى إيران.
وبرسالة تبريك لشومباي بسبب اعتلائه العرش، ثم ابعث برجل إلى مكة واعلن حلفا بينك وبين قريش. ولكن قبل ذلك عليك أولا أن تقتل بازان. السلام عليكم. وعليك السلام، عافاك الله يا رجل. راقب الدواء الذي أغليه لأمي مخافة أن يفور. حسنا، ابقى ريثما أنهي هذا البساط الأخير. ثلاثة بسط لقاء حمار عاجز؟ هذا قليل؟ قليل؟ أنت أساساً لم تعتلي ظهر ذلك الحمار. أويس. نعم يا أمي. لا تتهاون في أداء حق جبير، هذا أوجب من صلاتك بني، فأداء الدين واجب. أويس، إياك ألا تؤدي للناس حقوقهم. سمعاً وطاعة أمه. سأفتح الباب. أويس. السلام عليكم. السلام على أويس. وصلتنا أنباء من يثرب، بل من المدينة. يقول القادمون إن رسول الله قد عزم على فتح مكة. ستندلع حرب طاحنة. نفسي فداء لرسول الله، فهو متى عزم على شيء كان له ما أراد. ثم ماذا بعد؟ الأمير بازان يهديك السلام وأطيب التحيات ويدعوك إلى قصره، فهو يريد الخروج إلى يث، بل إلى مكة طبعا، ويريد أن يعرف عن عدد الركاب والمشاة وعدد الإبل والأحصنة التي تحتاج إليها بقيادتك أنت. لكن أويسا يطبب أمه العاجزة والمريضة. بازان ما زال حاكما، وبمقدوره أن يحضر أفضل أطباء اليمن ليعالجوا والدتك. لكن أويسا متى ما ابتعد عن والدته صار أحوج منها إلى الأطباء. أم أويس العجوز لا تقدر على النوم أو على الطعام من دونه. أبو سمرة كان في القصر أيضا،
هل ذكر شيئا عن بناء المسجد؟ قال إنه سيشرع في بناء المسجد متى ما فتح رسول الله مكة. أنت تعرف أبو سمرة جيدا، لقد طلب أن يقيم أهل اليمن صلاة الجماعة وتكون أنت إمامهم. أنتم جميعا تعرفونني عن كثب، لست من أهل الخديعة والنفاق والتلون والرياء والعجب والتظاهر، لذا عليكم أن تصدقوا كل ما أقوله من غير أن أحلف. لماذا؟ لأنني أقول لكم الصدق ولا غير. وليشهد على صحة كلامي ولدي عبد الرحمن، عندما انتشر مقاتلو جيش محمد فوق الجبال المحيطة بمكة المكرمة، سأل أبو سفيان ومن يكون هؤلاء من؟ قالوا له إنهم جند محمد، المهاجرون والأنصار والأصدقاء والأحباء والأعزاء. أبو سفيان تنهد حسرة وقال وأسفا، فقد عظم سلطان محمد، عظم سلطانه. لكن رجلا قال، من كان القائل؟ عباس بن عبد المطلب. قال له يا أبا سفيان، ماذا قال له؟ قال له هذا ليس سلطانا، بل قال له هذا ليس ملكا، هذه نبوءة وإمامة الخلق. لقد جاءوا. مرحب قدومهم. أهلا بكم، أهلا وسهلا بكم. أويس، إنه سيدنا أويس، يا قرة عين اليمانيين، مرحب قدومك، أفسح له في الطريق، أفسح له لكي يمر. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حيثما كنتم تجلسون وتقعدون فانهضوا. والآن أريدكم أن تقتربوا خطوة. هذا هو المطلوب حقا، أن نقترب من الله تعالى ولو بمقدار خطوة واحدة. والسلام عليكم. صدقت والله. Thank you.
عندما جاء خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله كان أويس يرعى الجمال في الصحراء. حينها أقسم لي إن أمه ماتت أيضا. وهل كان محقا؟ أخبرني أويس عن دعاء أمه التي كانت تسأل الله تعالى ألا يبقيها ليوم لا يكون فيه رسول الله حيا، واستجاب لها الله. ألم نصل بعد؟ ما أبعدك يا بلاد اليمن؟ سوف نصل خلف تلك التلال. ماذا جرني أويس؟ يروى عن رسول الله أنه قال أويس رجل من أمتي يموت على الشهادة ويدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر. لا شك في أن أويسا يتلهف إلى الشهادة. أبي؟ نعم يا ولدي. علي الذي تتحدث عنه هل هو الخليفة المقيم بالكوفة؟ نعم، علي أمير المؤمنين. ألم نصل يا سليم؟ ليتني بقيت في الكوخ. ما أقل اصطباركم يا أهل الكوفة. سليم، أعلم أنك متعبة، لكن هذا بيت أويس، سنصلي الظهر هنا، سنصل قريبا. ليس على لسانك غير أويس، ومن أنا بالنسبة إليك؟ أين أنت يا ولد؟ أنا آتٍ. أويس، أبي. ماذا جرى؟ هناك. علمت أنك أنت من صوت خطواتك وأخيراً. لما تأخر؟ سلامة. أنت؟ لماذا؟ لماذا؟ حتى لو كان قد ذهب لك 100 قتيل لا يجوز أن تحزني هكذا. لكنك ذهبت لتعود معه يا سليم. لم أعثر عليه، لم أجد، بحثت عنه في كل الأماكن، حران، دمشق، المدينة، وها أنا الآن آتي من الكوفة. لم أعثر عليه في أي من هذه المدن، لم أعثر عليه. قال لي إن الوقوف مدر بقلوب العاشقين، فهم في ترحال وسفر دائم، ولا يرتاحون إلا عند لقاء المعشوق. قلت في نفسي ربما اشتاق إلى الرسول فقصد المدينة، لكني لم أجد. هل هذا هو ابنك؟ أجل، أويس.
اسمه أويس. أويس؟ أعشق العشق. جلت في كل الكوفة، الناس يتهيئون للقتال. كانت الكوفة تعج بالجند، وعلي قد عزم على الخروج إلى الشام للحرب. معاوية جهز جيشا بزعم أنه يريد الثأرة لقتل عثمان. أعلم ذلك، أعلم ذلك. أويس لن يترك عليا وحده. لعله ذهب إلى صفين. صفين؟ صفين؟ استدعوا لي ذا القلاع وشيبة على وجه السرعة. ها. هيا. هل من جديد؟ الجميع ينتظرون منك أن تأتيه بالجديد. لقد عددتهم بنفسي، جاء من الكوفة 999 شخصا. فلماذا قال علي 1000 رجل؟ هل كان يقصد 1000 رجل حقا؟ أم إنه مجرد تعبير؟ ما الذي تريد أن تقوله يا ابن نصر؟ 1000 رجل، إن كانوا قد حضروا باستثناء واحد منهم، فالرجل المتبقي 1000 رجل. عندما نغادر هذه الخيمة فسنكون أمام طريقين لا ثالث لهما. إما أن نقدم على هذا العمل الجريء ونفوز 10,000 من الذهب الخالص، وإما أن نغادر الخيمة لنقصد أقاصي الأرض هاربين من معاوية. عليكما الخيار، إنه خيار صعب. فإما أن نشرد ونتيه في هذه الأرض، وإما أن نفوز 10,000 من الذهب لقاء قتل علي. الآن بت أعرف لماذا اختاروك لأجل أن تستطلع. لكنني عاجز عن فهم مبلغ اهتمام أمير المؤمنين بهذا الرجل. علي ليس كمعاوية، لا قدر الله أن يكون كذلك، ولكن لولا التقى لكان أدهى الناس فعلا. لكنه يرى أشياء لا نراها نحن.
هذه الحرب ليست كسابقاتها البتة، لقد طال أمدها. أهل الكوفة لقد بايعوا عليا بأيديهم، لكن قلوبهم لم تبايع. هذا الذي ننتظر قدومه رجل من أصحاب رسول الله. الكوفيون لا يأبهون لغير تجارتهم وأموالهم. لم تصلنا أخبار من معسكر معاوية. واحد من هذه السهام أو قل كلها يجب أن تخترق صدر علي. كيف سنقتل عليا؟ لو أراد الأباد عسكرنا. لو سئلت من أشجع جند معاوية لما عددتكما. هل تودان أن تمضيا بقية عمركما مشردين طريدين؟ حين يكون كل شيء هادئا في خضم معركة حامية الوطيس ينتابني القلق. الآن فصاعدا أصبحنا من رجال الأشعث بن قيس الكندي. لقد جئنا إليه لكي نلتحق بجيش العراق ضد معاوية. لقد ذهبوا في الاتجاه الآخر. من؟ ألسنا ننتظر رجلا واحدا؟ أنت تكاد تصيبني بالجنون. أنا لا أفهم. الجنون في كل ما تفعله. نحن ننتظر هنا منذ وقت طويل، وما الغاية من ذلك؟ نحن عاشقان لا غير. شجاعة علي تمنحنا فرصة أن نحقق مرادنا. فلا يلازم خيمته بل يدير حربه متقدما جنوده وليس كمعاوية. هل تراه؟ نعم أراه.
إنه يأتي، لكن لماذا راجلا؟ السلام عليكما. وعليك السلام. وعليكم السلام. من أنت؟ أنا عبد الله. أي معسكر تقصد؟ حيث جيش الله. حيث جيش الله؟ وفي أي ناحية هو الآن؟ ألم تسمع ما قاله رسول الله؟ علي مع الحق والحق مع علي. حيثما كان. أوليس كلام الرسول هو كلام الله؟ من أنت يا محب علي؟ أويس القرني، جئت لأقبل قدمي مولاي علي. أنت مرهق، اركب الفرس، إنه ينتظرك الآن. كلا، فالأجر هو على قدر المشقة، سأبلغ مولاي ماشيا على قدمي. عند إنجاز المهمة نفترق كل في سبيله، لا تعد إلى صفين. Oh,